وعالميا، حيث ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن بيانات أولية من وكالة النقل الجوي الاتحادية تشير إلى أن طائرة هليكوبتر روسية تحمل طاقما مؤلفا من 3 أفراد و19 راكبا اختفت فوق منطقة شبه جزيرة كاتاماتشكا في أقصى شرق البلاد. هذا وأقلعت الطائرة من قاعدة بالقرب من أحد البراكين، ولم ينجح التواصل مع طاقمها في الموعد الذي كان محددا لها.